يس خالتي كي راكم دايرين موش تفرجوا علينا ايوب بزاف بصح الشغل كالعاده هنا هذا اللايف غادي ريجيسترو غادي نخلوه في المهم خالتي السلام عليكم ريسيس ايوب هذا هو ايوب تاعنا اللي عايش في الاسترالي ايوب راه معنا عايش في الاسترالي هنا عندها 5 سنين وقيله لا عندي امونسك جديد انا نفس عندك 4 سنين يا محايل ولا 5 ايوا تما خالتي هنا غادي يورينا كاع شغل كاع الامور المتعلقه بالتاشيره كيما نقولوا تاشيره توريستيك من الجزائر هكذا كيما قلت لي اليوم نهضروا على فيزا توريستيك يس لي زالجيان اللي يحبوا يجوا لاستراليا من الجزائر ولا بروشين فوا ان شاء الله بربي ان شاء الله الا حبيت نهضروا على ستودنت فيزا ولا ورك فيزا ولا اوذر تايب اوف فيزا حاجه باينه يا سيدي اليوم نهضروا على توريست فيزا اللي هي كما يقولوا ستريت فورورد هي ستريت فورورد هي الحاجه كما قال لك الاولى شغل اللي اي واحد جزائري كما نقولوا سهله عليه باش يابلاي عليها فاهم سهله خاطرش على ستودنت لازم عليك تخلص دراهم باش تيتقرا هنايا لازم عليك بصح هاد الامور غادي نطرقوا لهم ان شاء الله بربي من بعد يا خويا ايوب الموست امبورطانت حاجه مهمه كما كتقول شغل نشوفوا التوريستيك فيزا ايوب بعديها من ثم نروح خويا ايوب كيفاش هي دير الدور شغل الكاميرا للسكرين شوف هي سهلة خلاص هي شوف كلش أونلاين هذه الحاجة الأولى لازم أي واحد لازم يكون على باله بها هي كلش يندار في السيت هذا يا homeaffairs.gov.au يتبان يا أخي يتبان ياس تدخل هذا السيت ومن بعد تخير هنا يا تجي الهوم عندك هنا يا تخير فيزا ودوما أنواع تاع الفيزا رهيب شوية أيوة كاينة تورست فيزا ستادي اللي يحب يجي يقرا ستودنت فيزا اللي يحب يجي يخدم وكاين بيرمننت ريزيدنت وكاين جوين بارتنر وفاميلي الى عندك هديه تاع الزواج ولا فاميلي ستاي لونجر هديه كي تكون عندك ديجا وحده من هذوما وحبيت تزيد دير اكستنشن تزيد لها يس هديه تاع ريفيجيز وهيومانيتاريان اذا البلاد فيها حرب ولا وهذه كاين اوذر تايب اوف فيزا ثانيه حنايا اليوم نتطرقوا التوريست فيزا حتى توريست فيزا فيها انواع ثانيه قادر التوريست تقدر تجي ترانزيت قادر تجي وركين هوليداي كيما اللي راك داير نتايا اللي عندي انا وركين هوليداي انا نديرو هوليداي اللي واحد يجي نتايا يدير هوليداي ودير كونتينيو واتس يور كونتري اوف باسبورت واش من البلاد اللي الباسبورت تاعك اللي عندك الجزائر كونتينيو من بعد هنا كاين زوج انواع كاين تو ستريمز كاين ديرها من اوتسايد اوستراليا وكاين اللي ديرها من انسايد اوستراليا لي انسايد اوستراليا انت ديجا في اوستراليا واتابر فيزا عندك من قبل صح وتحب الى عندك من قبل توريست فيزا حبيت دير لها اكستنشن ولا عندك اوذر فيزا حبيت ابلاي في هذه هما في زوج سب كلاس 600 صح انت تخير هذه تاع 600 من اوتسايد من اوتسايد من برا كيما نقولوا الناس اللي تابلاي من الجزائري كيما نقولوا ولا من المغرب ولا من تونس فوالا يو ماي جرانت يو ستاي يقدروا يعطيو لك ستاي تاع 3 موا 6 موا حتى 12 موا انت كل واحد وكيفاش واه البيربوس تاع هذه جي فيزيت فريندز فاميلي كروز اور هاف ا هوليداي جي تحوس ولا عندك صحابك تشوفهم ولا عندك تشوف لا فامي ها هذه كونديشن يو ماست بي اوتسايد اوستراليا وين يو ابلاي فور كي تابلاي على الفيزا هادية حتى الديسيجن كي ديسيديو في الفيزا تاعك لازم تكون ديجا خارج استراليا ما تكونش في استراليا تابلاي عليها من برا من برا هذا شرط ستاي اب تو 12 مانس تقدر تريح حتى العام حتى العام الكوست تقام لك واحد 190 استراليان دولار اللي هي تقريبا 2 ملايين تاع الجزائر 2 ملايين تاع الجزائر واه البروسيسين تايم عندهم هنايا فيزا بروسيسين تايم جايد تول هنايا يقول لك تايب اوف فيزا تكتب 600 هنا يعطيو لك ابروكسيميت باك يقولوا لك ابريت سنه باش يرجعوا لك فيزا ستريم التوريست ابليكيشن ديت هنا تحط لا دات اللي راح تابلاي منها مثلا نقولوا اليوم توداي ساندي ذا فورث سبميت 50% من لي دوموند تستنى 7 ايام باش يرجعوا لك 90% منهم كاع 22 دايز 22 يوم 22 يوم 3 ويكس هذه أغلبية لي دوموند الوقت أبري 22 دايز 22 يوم واو ترجع هنايا الأوفر فيو
تعاود ولي عنده سؤال يقدر يحبسه خلي الله في لاباج أمني مي أنني نشوف شركة ديري تاني مني شو نشوف هنا والله ماليش فرسي شو رانا نعود لنا الجواب كنا احنا رانا غير نعودوا باش نرجعوا ايه نرجعوا كنا بيزا 600 هدية تورست جيم وفلاي اوت هدية هي الكوست 12 شهر ايه تقدر هي اب تو 12 مانس معناها تحت 12 مو قادر يعطيو لك غير 3 مو واو هاي هنايا هايلايت قادر يعطيو لك 6 مو قادر يعطيو لك 12 شهر كل واحد وزهرو والسيتيوسيون تاعو على حسب ما على حسب الوريقي اللي عنده وعلى حسب الدوسي تاعك الدوسي تاعك فاهم ديتيلز هنا تشوف مور ديتيلز اباوت ات هو شوف هذا الويب سايت هو كيما يقولوا سورس اوف تروث فيه كلش اي معلومه تحوس عليها تلقاها تقدر ما تقرا عليهم سؤال هنايا اسك كويستشن يرجعوا لك صح تقدر تكتب لهم هنا يا سؤال ويرجعوا لك مليحه هذه يس تما هذا هو كيما نقولوا اي حاجه اي حاجه اي استفسار كيما نقولوا قاعد تشوف كيما قلت الحقيقه تلقاها هنا كلش كلش هنايا تما شغل قادر دير كلش روحك ما تحتاج لا ايجنسي لا والو جست ايزي سهل وباش نقول لهم هذا على الفيديو هذا هذا ماشي لايك ايميجريشن ادفايس ولا ديسكلايمر باش الناس على بال هذه معلومات واحد هكا كيما يقولوا بيرسونال نوليدج و هذا ما كان خاوتي هذا اللي راه يهضر هذا ايوب هذا شغل واحد انا لقيته هنايا شغل واحد من الناس واحد من الكوميونيتي تاعنا كيما نقولوا انا قبل نجي هنايا شغل دخلت الجروب تاع الجزائري اللي عايش في الاسترالي حتى واحد ما رد عليا رد عليا ايوب وكما كان الحال لقيته كان عاد هدرته والله يبارك عاوني ودبر لي خدمه وشغل وضره كيما نقولوا هو عنده نوليدج على الايميجريشن فاهم عنده ايوب يقول له نوليدج كيما نقولوا عنده نوليدج بزاف على الايميجريشن على هذا السؤال على كيفاش ابلاي على فيزا علاش خطاش علاش في الدومين هذا كيما نقولوا يعرف انسان قاري از نوت لايك مي اني واي فاهم تما لاس واي كيما نقولوا جات لا شونس وايوب كان عنده شويه وقت عطانا شويه وقت من الوقت تاعه وهي حلف فينا في بزاف سؤال خوتي الناس اللي راهي تسقسي اسئله شغل بوستي وانا هذا اللايف غادي نخليه او ميك شور غادي نخليه في الباجا باش من بعديها ثاني نزيدو خاطر علاش غادي نطرقو غير الفيزا تاع التوريست كيفاش ابلاي على فيزا تاع التوريست من بلاد ومن بعديها غادي نزيدو نطرقو كيما نقولوا الفيزات بزاف خاطر انا كيما كنت نشوف دروك كيما كاين يوري ايوب انا كنت حاسب كيما نقولوا كاين غير ثلاث انواع من الفيزا انا كنت حاسب توريست وستودنت و سكيلز بصح شغل كاين بزاف انواع فاهم تما انت كيما نقولوا واش هي الفيزا اللي تساعد كل واحد وكيفاش تما ويستيل كي كنت برشا كي نهضروا على كي راك تهضر على ليستو فيزا نوريو لهم برك هنايا شحال كاين فيزا مثلا شوف وركين اند سكيل فيزا شو شحال كاين هادو كاع فيزا تاع خدمه هادو كاع فيزا تاع خدمه كل وحده عندها الشروط تاعها ولي كونديسيون تاعها وعندها شحال تقدر تايه والبري تاعها واللوكيشن تاعها وين تقدر تروح في استراليا صح كاين زادو غير وركين اند سكيل شوفها منين اوذر فيزا ممكن واحد اخر هناك شغل ماشي بدومانين بزاف شغل لاس هادو فيري سبيسيفيك وهذه هنا تحب تريكلامي صح وهذو ما تاع الفاميلي هادو كاع تاع الفاميلي وهذو ما تاع ستودنتس كاين ثلاثة وفيزيتور كاين هادو كاع هذا كاين فيزيتور اللي جو من يوروب ماشي كيما فيزيتور اللي من افريكا ولا الله هذا سام هذه بكي هدرت على تايب اوف فيزا كاين بزاف صح فهمتك هو هاك نرجعوا لتاع توريست فيزا هذيك هي شغل ركزوا عليها اليوم الكونديشن واش تقدر دير بهاد الفيزا كي تجي سب كلاس ديال توريست شنو هما الدوكيمنت ايوا زعما كي لا شنو هما الدوكيمنت اللي تحتاجهم باش تابلاي كيما نقولوا الوريق اللي باش تابلاي على توريست فيزا هذه ستيب باي ستيب دوك حنا نبداو بالكونديشن وتشيك يور اليجيبيليتي هنا يقول لك الا راك تقدر واش الا يتوفر فيك الشروط باش تروح ابلاي على فيزا توريست وتجي تحوس اوكي الحاجه الاولى هي ميت اور هيلث ريكويرمنت لازم لك دير تشيك ريكورد هيلث ريكورد لازم تروح عند واحد اجري من عندهم هنايا ديرو كاين في الجزائر سهل انا درتو في الجزائر درتو في الجزائر وين درتو شغل هذا درتو ما درتوش على جال تاشيره انا كي جي ما دوموندي واليش كاع بصح شغل في الجزائر خطره درتو عندنا هنا في تيرت ودرتو
لا لا دكان نشوفه هنا الهيلث ريكويرمنت هو نيدز هيلث اكزامينيشن why you must meet هذا ديال باش على شيء شغل يخافوا هنا يعني بس كاين بزاف امراض مثلا في افريقيا يخافوا تاع الناس هنايا الكوست تاع الميديكال هنا غالي بزاف كي تكون توريست ما يحبوش they don't wanna wear the cost ما يحبوش يكلفوا بالكوست سقساوني قالوا لك شغل الى فيزيتيت كيما نقولوا جنوب افريقيا كيما نقول ماشي جنوب افريقيا الجنوب القاره الافريقيه شغل في لا 6 مونث قبل ادخل قلت لهم نو انت ما على هذيك ما هذا تقدر ديرو كي تكمل الابليكيشن كاع وديرو وتقدر ديرو ان ادفانس تقدر دير الابليكيشن تبعتها كلش بعد ما يعيطوا لك يقولوا لك دير اوكي الوزمه صح واش اب فرونت تقدر ديرها اب فرونت هي كل بلاد تدخل باك في الجزائر تلقى اكتب تاع استراليا ميديكال اكزام اكزامينيشن تلقى وين لحقنا كنا في الشروط اللي لازم تروح هذه الميد تحت ريكوايرمنت الدوزيام كازي جوديسيير لازم الكازي جوديسيير صح لازم لك كازي جوديسيير في الدائر يكون فاليد 3 شهور على الاقل يكون عنده 3 موا شغل يكون جديد اي بي يديروا كي السمانه هذيك اللي دير فيها الابلكيشن ديرو اللي هو كازي جوديسيير واه ولا في بالانجليزي يقولوا الكريمنال ريكورد ولا بوليس تشيك بوليس تشيك كل بلاد كيفاش يسميوها هذا لازم لك كازي جوديسيير وكاين كلش لازم يترجم بالفرنسي باي ذا واي كلش لازم عليكم خاوتي ترجموا اي واحد حاب يدير فيزا لازم يترجمها باللغه الفرنسيه وهنايا الشرط الاخر ما عندكش دات ما عندكش في استراليا ماشي تسالك دراهم كاين ناس جاوا هنا مثلا من قبل قراو ولا ما عندهمش مهم في اي باي طريقه اسالك دراهم من عند الدوله ولا ما رجعهمش وراح للاستراليا اللي اغلبيه الشعب ما اي دونت ثينك ما يحتاجهاش ما كانش ليه ما كانش كاع ليه لازم يكون عندك دراهم إناف ماني شحال إناف ماني شوف هي باش تأبلاي على الفيزا شحال لازم يكون عندك دراهم في الكونت تاعك تاع الجيري باش لازم يكون عندك دراهم قيس باش تعيش هنا لا بيريود هذيك اللي راك دايرها انت اذا ما حبيت تقولها مرة هنا شهر الاستيميت تاع هنا في شهر شحال شحال نهار يسقام لك تقول 100 دولار في تاع الرنت اداي و 100 تقول 100 اورو كلش هو تما لازم لك 3000 الى 3000 هي هكذيك 3000 هذه لازم تكون عندك تاع الفوايا لازم يكونوا بيان سور عندك اوذر دوكيمنتس تكون تربى عليهم عندك دراهم باش لا تكون هي شوف هي المبدا تاع توريست فيزا هو نفسه اي بلاد هو اللي راح يتريتي الدوسي تاعك اللي راح يقرا الفيزا تاعك الابليكيشن تاعك لازم تقنعو لازم تقنعو باللي انت رايح لاستراليا وتعاود تولي لبلادك واه عندك حاجه غادي ترجع على جالها وهي هو تحط از ماتش از بوسيبل تاع دوكيمنتس سبورتين دوكيمنتس لازمك تحط بزاف لي بروف تحط از ماتش از يو كان قد ما تقدر حط خاطر هو شوف هو واحد ديجا جاي من الجزائر ولا من تونس ولا من روك ولا من السنغال من افريقيا هو ديجا قبل ما يبدا هو ديجا مسيسبكتيك ماكش راح تولي نيشان سما باش تقنع واحد هو ديجا وشاك فيك لازم الدوسي تاعك لازم تخدمو تري تري بيان لازم يكون مليح ريتش ريتش لازم يكون ريتش بالانفورميشن اباوت يو اباوت حياتك والسيتياسيون تاعك في بلادك يس سما كي يقرا ويشوف كاع لي دوكيمون تاعك يقول لك هذا باين يجي يحوس ويعاود يرجع للجزائر بصح كي يدخل للشك وهما يديروا كروس ريفرنس ثاني كروس تشيكين زعما انت تقول له اني نخلص في الباي سليب تقول له نخلص مثلا 6 ملايين في الجزائر هو يروح يفيريفي ثاني البنك ستيتمنت وين راهم يدخل لك دائما يشوف لك تدخل له كل شهر ولا لا اكزاكتلي بعد يفيريفي شحال تصرف دراهم يقول لك كيفاش انت تصرف دراهم شحال تصرف دراهم في الشهر في الجزائر ويشوف كي لك اسك شي لوجيك تصرف 2 ملايين في اسك زعما انت تسيفي تخبي 30 مليون 30 مليون في العام بعد راح تصرفها في شهر في هوليداي شغل تجيه شويه بيزار تما قبل لازم عليك تبريباري روحك كيما نقولوا حتى البنك اكاونت تاعك حتى البنك اكاونت تبريباري وحط كل ما يكون قديم كل ما يكون تبين حياتك نيشان تبين لايك شحالك خدام وسيريو وما فيش جابس مثلا
مثلا كان يدخلك دار من بعد حبسوا عام ما دخلك والو شهر ما دخلك والو ثم يقول لك هذا من بعد حبس من الخدمه مش طابل في حياته المداومه كونسيستنت لازم كونسيستنت يا هذه واش معناتها بي جينيون فيزيتور وهذه جينيون يقول لك ستاي تمبوري ان استراليا تريا في استراليا تمبوري وتختار القوانين تاعهم صح هذه واش معناتها جينيون معناتها اكسيريو جينيون ماكش بلاير ماكش بلاير ولا عندك طفل ولا دراري تحت ال 18 مانس لازم الدوسي تاعك يكون ثاني يكونوا الهوليداي تاعك ما يضرش ولادك في الجزائر مثلا تروح تخدم وولادك يقعدوا بالشر يخموا على ولادك لا هذه في البيست انترست اوف ذا تشايلد يس العالم ستيب باي ستيب هذه الاليجيبيليتي هذوما الشروط اللي لازم يتوفروا فيك باش دوموندي فيزا دوموندي فيزا تاع توريست ودركا تدخل ستيب باي ستيب بيفور يو ابلاي خطوه بخطوه ستيب باي ستيب شو خاطر رانا فاهمك شو يقبل ما تقول والله غادي كينا كيما راه هذوك 3000 تما بعدين تدخل فيها ستيب باي ستيب بعد هذه الاولى قبل نديروا الهيدينغز بيفور يو ابلاي نشرح لكم جاذر يور دوكيومنت يعني تلم الدوكيومنت تاعك ابلاي فور فيزا وافتر يو ابلاي ومن بعد الفيزا اوتكم ديسيجن صح على لا ريبونس لا ريبونس نبداو بال بيفور يو ابلاي شي يقول لك تشيك يور اليجيبل تشيك يور باسبورت سي هاو يو نيد ا فاليد باسبورت لازم الباسبورت تاعك يكون مش ميت اوف كورس اف يو وانت تو جيت نيو باسبورت ولا حاب دير باسبور جديد غير ديرو قبل ما تابلاي يس ميك شور شغل صاحبي هذيك لازم ديرها قبل هنايا الاكزامينيشن هيلث اكزامينيشن بيكوز راك جاي من لازم لازم عليك دير لازم دير الهيلث اكزامينيشن اكزامينيشن يس خالتي كيما نقولوا هنا شغل ايوب راهي يورينا يوريكم يورينا كاع ماشي نهار كاع شي كاينش باش كيما نقولوا باش نكوفرو شغل كاع الجهه هذاك فاهم خاطرش علاش كاين ديك تروح تابلاي على فيزا وما يكونش عندك نوليج بزاف علم عليها بزاف كيما نقولوا تاع توريست ودير كيما نقولوا زوج ولا ثلاثه وتروح تدفع راك فاهم السيد اللي غادي انت كي غادي تدفع بالك ياس غادي تسبميتي الابليكيشن تاعك نورمال فاهم بصح غادي بعدا تخسر غير دراهم غادي يعطوك نور بصح انت غادي في بالك كي غادي تابلاي على هذه التاشيره ايوب راه يشرح لنا شغل بالديتيلز كيما نقولوا راه عندك دروك كيما نقولوا نوليج عليها عندك علم شغل كيفاش كاع هادو الصوالح تكوفريهم باش كي تابلاي باش الدوسي تاعك يكون ريتش الدوسي تاعك يكون غني ياك فاهم كي تابلاي السيد اللي غادي يقرا الدوسي تاعك كيما نقولوا اللي غادي يقرا الفايل تاعك غادي يكون غادي نتايا غادي تبروفي له بزاف صوالح انوف بيبر انوف دوكيمنت باش تعطي له ريزن باش يخليك باش يعطيك فيزا فاهم تما هذه هي اللي راه ايوب يركز لنا عليها ممكن هنا هي بيكوري ابلاي سير مازال ما بديناش الابليكاسيون غير هنا قاعدين نفهموا بك واه هنا مازال جيت يور هيلب وي يور ابليكيشن كاين الناس ما يعرفش يدير الدوسي فيزا وحده يس نورمال ماشي اي واحد هنا قال لك نعطيك هنا يقول لك هنا تقدر كش واحد يعاونك اليوم يقدر يعاونك في الفيزا عندهم ريجيسترد مايجرنت ايجنت عندهم هنايا اللي ريجيستري كاين على ليست تاع الحكومه كاع تلقاهم صح اللي ريجيستر واحد هذا ولا ليجل براكتيشنر كاين ثاني ليجل براكتيشنر هو تقريبا كيما هو قانوني شغل معتمد مع الدوله وكاين ان اكزامت بيرسون اللي هو كي واحد يعرف يقدر يكون الى وحده مسبونسور عليك من هنايا ولا واحد فاميلي تاعك صح وهذوما الاول كاين هذوما الدبلوماتيك ميشن ولا كاين ناس يقدروا يعاونوك اللي هما هذوما يقدر واحد صاحبك ولا فاميلتك يعرف يقدر يدير لك الابليكيشن واه بصح احسن دير من روحك ولا تشوف هادو مزوج الاولين وهي فيزا توريستيك نورمالمون كيما قلنا مع لو ستريت فورورد ساهله ساهله ما فيهاش بزاف هادوما بس كي يقول لك هنايا اللي يقدر يعاونك في الفيزا على الانواع تاع الفيزا كلهم كيما هنا ريجستر مايجر ايجنت كاين دير فيزا تاع خدمه من الاحسن يعاونك واحد واه ما تقدرش هي كيما وريتك لا ليست هذوك لا ليست كاين بزاف وتقدر دير ابليكيشن فيزا ابليكيشن ورك فيزا بصح دير انت دوموندي في حاجه بصح تابلاي على الغلطه على الغلطه واحده اخرى هو قوم كاع ورك فيزا بصح ماشي سويتيبل تو يو ماشي هي اللي تليق بك سي بور سا هنا يقول لك كاين ناس يقدروا يعاونوك اللي هما هنايا نيشان اوكي
هادو نرجع هنايا before you apply get her gather your documents. هنا يقول لك تلايم الدوكيمنت تاعك. يقول لك هنايا لازم المعلومات اللي تمدها لازم تكون accurate صحيح. ما تقدرش تكون تمدها نفسها غلطة، ماشي تغلط، لازم تفيريفي especially نو بري نو دات نيسونس و نيميرو باسبور. تلاقي فيهم هادو لازم تفيريفيهم 3 4 5 فوا، لازم تأكد من 100% باللي كرام صحيح. Identity documents as well. إلى عندك ID كما نقول إحنا بطاقة تعريف الوطنية هذيك بيومتري صراحة. إلا بدلت كاين ناس يبدلوا الاسم تاعهم ولا تعطي لهم بروف بدلت الاسم. إلا راك متزوج مارياج ولا ديفورسي تعطي لهم ديفورس سيرتيفيكيت. خاوتي الناس اللي عباك اللي تابلاي كيما نقولوا على الفيزا توريست، عباك بلي هذه تساعدك في كيما نقولوا اللاكت ماريج تاعك، كيما نقولوا ليفريت فامي يساعدك. هادو واش يقولوا لهم تايز؟ تايز هما اي عفسه تربطك بالجزائر، تربطك بالجزائر تخليك عاود تاع الزواج راك مربوط بمراه وسيتر عندك دراري. سما باين ما غاديش يعقل واحد يروح يخلي ولادو يحرق هنا. يس سما هذه تعتبر من نقاط البوزيتيف. من نقاط البوزيتيف تما اللي عنده اللي متزوج ولا اللي متزوجة مليحة تابلاي. درك هنا جينيون فيزيتور دوكيمنت، هذوما اللي بينو بليك انت سيريو راك جيت تحوس وطرح صح. كاتبين لك كلش شغل، ما يقول لك itemized personal bank statements for a 3 month period. ما عندك البنك ستيتمنت تاع الشهور الاخرين ريلفيت كونت. بنك ريلفيت كونت باي سليبس اللي هما اللي فيش دو باي. فيش دو باي audited accounts هذا اللي عندك كاش account واحد اخر. tax record تعطي لهم بزرق tax record اللي هو كل بلاد كيفاش لي زامبو. لي زامبو ما بيش بدي يجي اي tax record الى خدام عند الدول. كاين كاسموس وكاين كناس. اوه تروح لعندهم يعطيو لك يعطوك الرول يخرج الريكورد تاعك. يس الى عندك كريديت كارد تعطي لهم كريديت كارد ستيتمنت ثاني. كارد بانكير كريديت كارد كيما نقولوا كارد. يس إلا ميستعملوها اللي يستعملها. A letter from your relative or friend in Australia inviting you to visit. The letter could start states sorry. سمع هذه ال invitation. هذا واحد يكتب لك a letter، ماشي زعما يكتب لك برايا، يكتب هكذا ويبعثها لهم. يقول له مثلا أنا فلان، سمع أنا حبيت نفيدي خويا أختك واحد. فهمت relative or friends، قادر friend وقادر relative. relative هو فاميلتك، friend هو صاحبك. هنا يا في البراية ديك لازم تبين لهم هاد الأمور. كي تكتب براية لازم تبين هاد الأمور في البراية تاعك. relationship to you اللي هو صاحبك ولا شي يقول لك. the purpose of your visit and length of stay. تكتب بليك علاش راهو جاي هاد السيد وشحال راح يقعد عندك. if you will be staying ولا تكتب إلا راهو جاي يقعد عندك ولا جاي برك تتلاقاه بصح راح يكري في الأوتيل ولا في Airbnb ولا whatever. if this person will be paying for your stay providing proof of their funds. سما دوك انا كي نقولها زعما صاحبي جاي عندي ولا خويا راه جاي عندي لازم تبروفي لهم باللي انت غادي تخلص. انا اون ذا تو ان اديشن تو ذيس ليتر سما البرايا دي وتزيد لهم انا لازم نعطي لهم البنك ستيتمنت تاعي ريلفي بانكير تاعي ولي فيش دو باي تاعي باش يشوفوا يصح الا نقدر انايا نستلف بهذا السيد ولا لا. نقدر نكتب لهم برايا عادي صح من بعد انا يشوفوا البنك ستيتمنت ما عنديش دراهم. سما يقول لك كيفاش انت سيكلت براحتك قبل وبعد نيشان حاجه باينه. سما يشوفوا الباك ستيت نتاعك والباي سليب تاعك صافي. يشوفوا اللي تعرفوا هنايا الا دار لك برايا لازم يبين هو تاني في الدوسي تاعك يعطي لك البنك الصالح هذو الريفيد كونت تاعو واللي فيش دو باي تاعو. يب ويور بلان هذه نقطه واحده اخرى. سما جينين فيزيت شادو بولد بوينت هذوما اللي نقد لك حوله وحده تحتها هذه هي عندك ماني ها واش لازم البرايا هاي واش هذه البرايا ها واش لازم يكون فيها. خاوتي كاينه حاجه لازم بالخف باش هذا صعب. هما ما غاديش يضمنوا لك هذا السؤال بصح شغل صديق على حسب بليز ديري قهوه. خاوتي يس هذا السؤال اللي راه يوري لكم فيهم ايو باغ اكزومبل كيما نقولوا هذه تاع شغل انفايتي واحد كيما نقولوا بال تسلو انفيتيشن راك فاهم ولا كيما نقولوا الاولى اللي كان يحكي لكم عليها الاولى تاع بيريود تاع تروان تاع تروان. هذا السؤال كيما نقولوا ما غاديش يضمنهم لك كاع شغل يضمنوا لك واحد اخر صديقهم على حساب كيما نقولوا
انت اش غادي ابلاي واش من فيزا غادي ابلاي عليها فاهم، لازم تختار غير واحده فاهم. تما دروك هو اش رانا يعني اش راه يخبر فينا ايوب كيفاش ابلاي على توريست فيزا وتجنب الروفي فاهم. تما هذا الصوالح كيما نقولوا دوك انت كي تبغي ابلاي خاطرش علاش هي سهله دوك انت كي تبدا ابلاي عندك كيما نقولوا مش عارف انا خمسه ولا سته ورق هذا ما كان تجيبهم وابلاي بصح شي هي تشوف فيها دوك خمسه ورق ولا سته لازم يوفروا فيك شروط فاهم. هذا الشروط هو كيما نقولوا والغلطات اللي ما لازمش تطيح فيهم اللي ايوب راه يحكي لنا عليهم فاهم. تما راه يحكي لنا عليهم وغادي كيما نقولوا راه مازال كاين واحد يحيد واحد اخرين رانا كيما قال لك ستيف وي توكين اباوت لي كوماند غادي كيما نقولوا كاع غادي نعاود نرجع لهم ان شاء الله بربي كي نكمل اللايف انا وايوب وغادي كيما نقولوا كاع نجاوبوا عليهم مام كيما نقولوا ايوب شغل انا نطيق نهضر معاه في التليفون هو ياس هو بيزي بصح انا نقدر نحكي انا وياه في التليفون تما كيما نقولوا كاين صوالح كيما نقولوا يعني ما نعرفش نجاوب عليهم غادي نعاود نسقسيه هو يعاود ريبلاي عليا يعاود ريبلاي عليكم تما ياس دونك نعاودو نريح معانا كيما هكا باش يزيد ايوب يكمل لنا صافي وين الحفلة هنايا دوكا يور بلانز وايد من استراليا تسمى واش تجي دير هنا في استراليا لازم تكتب لهم دوكيمنت صغير هكذا ولا برايك كيدير فيها تقول لهم باي اكزامبل علاش جاي لاستراليا واش راك راح دير في استراليا واش مثلا استراليا كبيرة كونتيننت مثلا حبيت تفيزيت سيدني مثلا سيدني هي ون اوف ذا موست فيزيتد سيتي ان استراليا تقول لهم زعما سيدني يقول انت يقول لك زي سيدني وما لابلكش واش كاين في سيدني تما لازم يكون عندك نوليدج عليها يس انا كي درت الفيزا توريستيك تاعي للانجليز كنت ديجا دايرو في الفيزا توريستيك تاع الانجليز يكتب لك في الفورم يقول لك واش راك راح دير ما انا سقساوني عليها واش راح ندير في فيزا هذه فيزا تاع يو كي من الجزائر واه كنت ابلاي على فيزا تاع من بعد كنت داير دوكيمنت انايا كنت مبريمي بلون تدخل جوجل تكتب فور اكزامبل 7 داي ستيز ان لندن يخرج لك يخرج لك لي بون هكا واش راح تفيزيتي ان بريمي تو حطيته في المكي حط لا باف قال لي واش راك وراك راح تروح في هاك البلون قلت له عندي بلان قلت له عندي 7 دايز بلان كل يوم وين نروح قال لي عندك البلان قلت له عندي اه قلت له قال لي وريش قلت له شافو شافو هكا زعما نهار الاول نشوف بيج بان نشوف كل نهار وين نروح كل نهار وين نروح ريجنس بارك جرين بارك اسمه كل مره وين نروح تاور بريدج تاور بريدج البلايص اللي معروفين فيه كيما هكا سيدني هذا صوالح هذه ثانك على بالك بلي هذه نقطه حساسه بزاف ناس تاوعنا ما يعرفوهاش ماشي ما يعرفوهاش وما يتولهولهاش ما كيما نقولوا ما يكونش دايرها في باله بصح مليحه تكون عندك هادي هادوما بلانس تقدر تكتب دوكيمنت تسيفيه بي دي اف باسكو هنايا كلش اونلاين كيما قلنا مع الاول كل بعد دير لهم ابلود طلع الدوكيمنت في تطلعهم في الايمي اكاونت دوك ندخلو كي نلحقو الابليكيشن تشوفو كيفاش تسمى هادوما البلانس اللي هو البلان تاعك كي تجي لاستراليا بروف ذات يو هاف ريزونز تو ريتيرن هوم ساتش اس هنا يقول لك لازم تكون عندك دي بروف اللي تبين لهم بلي راك مولي للجزائر اللي هما بار اكزامبل از نوت ليميتد تو ذا فولوينغ اللي هي ماشي غير هذو لا عندك اكثر من هذو كيما قلنا مع الاول از ماتش از يو كان اللي كل ما يكون ورقك بزاف كل ما يكون دوسي تاعك قوي هو كيما قلت لك ديجا هو مش سبيكتيك ماتش مولي تسمى كل ما تبين له كل ما احسن هذه اللاتر بريم اللي مخدمك الا خدام عندك شي واحد ولا في شركه بريم عنده بليك راك راح تولي يور جوب الخدمه تاعك ستيتين يو بلان تو ريتيرن تقول له مثلا تيتر كونجي هو واحد هذه سهله تاعنا قاعد يقدو يجيبو تيتر كونجي اي واحد اخر بروف ذات يو ستادي ات سكول ذا اللي كنت قراي ولا سيرتيفيكات سكولاريتي بروف ذات يو هاف ايميديت فاميلي ممبرز ان يور هوم كونتري كيما قلت مع الاول الا عندك فاميليا في الجزائر لك عندك متزوج ولا عندك عندك سيرتو الا متزوج عندك ولاد proof that you can return home proof that you can return home اليوم الدراهم عندك دراهم باش تقدر تولي بهم للجزائر ولا سوري التيكت فلايت تيكت لازم عندك البيد روتور يس لازم يكون عندك بيد روتور باش تولي للجزائر لازم كي تشري بي تشري الي روتور بس تقدر من الجزائر تشري بي وتقدر تانيليه تقدر تانيليه يس كي تجي هنا تقدر تانيليه proof that you own a house الا عندك دار ولا major assets اللي عندك عفسه لك valuable في الجزائر عندك حانوت عندك دار حانوت اي عفسه طونوبيل هذوك شغل هذوك كاع
يساعدوا فاليوبل اسيتس اللي هما حاجه عندها قيمه شويه. هذا بوليس سيرتيفيكيت يو ماي اسك بوليس سيرتيفيكيت هنايا كازي ذا بيجي جود كاركتر يو ميبي هذا مكان هذه كل بلاد عندها البوليس سيرتيفيكيت تاعها اللي هو الكازي جوديسيال. Apply for the visa. هنا يقول لك provide accurate information. قلنا apply online. ها كتب لك apply online. هنا كيفاش apply online. Step by step apply online. Before applying online. كاين هنا after you apply. هذا ال outcome. كيما يرجعوا لك إلى قبلك. يعطيوك الفيزا. Your visa grant number. يعطيوك لك يبعثوا لك email. In writing. You have a decision for a visa application in writing. So you can write it in writing. Oh, may stamp it. Cash. Your visa Braya, fiha. Dokno give me example for Google. Fiha grant visa number, the dates tab visa of tash tibda. Uli condition tab visa tag. And I rapid man khdro. Tقدر ها شو هي sub class. Sub class 600 visa. هنا مثلا الفيزا هي ما تخدمش هذه باينه وماكسيموم 3 مانث ستادي تقدر تقرا بها حتى 3 موا. هذه فيزا توريست خاطي انا هضر غير على توريست اليوم نهضر غير على توريست. تقدر تقرا بها حتى 3 موا تشوف كاش بروغرام كاش كوليدج و كاين هنا عرفت يقولوا لها تايف نيو ساوث ويلز في استراليا تايف تي اف او هذا شغل كيما يقولوا له تكوين مهني بصح مديفلوبي شويه تقدر تقرا فيها حتى امور تقريبا اللي يقراهم في الجامعه. الله يبارك. كاين فيهم دي بروغرام حتى 3 وكاين سيرتيفيكيت صغار تقدر تبروفيتي تقرا تجيب كواليفيكيشن صح لحبه فيها 3 موا والا وليت للدزاير عندك كواليفيكاسيون من استراليا تقدر دوموندي فيزا تاع مثلا واحد بلومبي يحب تخدم بلومبي ولا باسكو بعد نهضروا على لي دوموند لي سكيلز وكي تروح تجينا وتعاود تولي للدزاير تزيد تبين بلي راك جينيون ماكش كيما نقولوا تسيريو تجي وتولي تحترم القوانين تاع الفيزا. الا شفيت معلول كنت نقول لك الشروط الفيزا هذه لازم تكون تحترم القوانين. يس هي كلش قانون تحترمه. وشنو ثاني فيها ديوريشن تاع ترافل فيها النهار اللي ديت اوف جرانت وقتاش عطاوها لك. يس ماست نوت ارايف افتر ما تقدرش تجي افتر هذه اير ليتر الا صافي فيها عام ما تقدرش الا دار عليك عام خلاص في ريماد. لينث اوف ستاي هنايا شوف 3 مانس فروم ذا ديت اوف ايتش ارايفل وهذه مالتيبل انجريز صافي تقدر تجي بليزير فو عندك عام تقدر تجي مره زوج ثلاثه مالتيبلز وما تقدرش تريح فوق تروما ايتش تايم صافي تقدر تجي تريح 29 يوم وتعاود تولي للجزائر تزيد تريح كاش تروما ولا كاتما في الجزائر ولا المهم قبل ما يدور عليها العام تزيد تقدر تعاود تولي مالتيبل انجريز عندك شحال من دخل اهو فيزا سمرية هنا الاسم تاعك لدد نيسونس هنا الاسم تاع الفيزا الستريم اللي هي توريست الديت اوف جرانت وقتاش عطاوها لك وفيها الفيزا جرانت نمبر هذايا والباسبورت نمبر وهذا دوموند مشيلي والابليكيشن اي دي وهذوما كي دير الابليكاسيون كي تكملها يخرج لك كي تكمل الابليكاسيون تاعك يولي عندك الترانزاكشن ريفرنس نمبر هذا كي تخلص تخلص اونلاين لازم تخلص اونلاين وكاين مالتيبل وايز تخلص اونلاين كاين فيزا كارد كاين باي بال كل واحد كيفاش يقدر يخلص كل واحد كيفاش يختار هذه هي الفيزا كي تجي خارج من الجزائر هي كي تجي داخل ما يضمنها لكش اصلا يشوف الباسبور يحط يسكاني تخرج تطلع له هذه الفيزا من الجزائر باش تخرج من الجزائر لازم لك فيزا تبين لك بلي كنت خارج من الجزائر ما تقدرش تخرج من الجزائر لازم تولي لها ايميل تمبريميها وتوريها لك كي تجي خارج هذه هي الفيزا تاعك صاي وكي تجي داخل هنا ما كيما قلت لك ما يدومونديوها لكش ما يدومونديوها لكش يسكان الباسبور يعرف واي واحد توريست سبيشلي الا راهو جاي من الجزائر ولا لايك 99.99% راح يبوزي لك دي كاسيون واه شنو هما الاسئله اللي يدومونديها لك هكا
اللي هما اللي كتبتهم في الابليكيشن. يقول له مثلا انا يقول لك قلت له هنا جاي عنده واحد تعرف، يقول لك تعرف واحد اعطيني النمبر، هو عنده ديجا ديان في السيستم. قلت له ديجا نعرف واحد، بعد تقول له ما نعرفش شغل، يقول لك راه يدوك لواحد الروم ويديروا لك فيردر انفستيجيشن. يس من بعد الديسيجن من بعد يديسيديو اسكي يرجعوك ولا يخليك. اوف كورس يرجع. سما الا قلت نعرف واحد تقول ايه، والا قلت ايه يعيطوا له. يس يقول لك وين ساكن واسمه ونيميرو التليفون تاعو. تقول له ما نعرفش التليفون تاعو، يقول لك كيفاش مالك تهضر معاه، كيفاش قلت له. سما كلش لازم يكون لوجيك. تعيط له يعيطوا للسيد مثلا، لا تسي انايا وجاي عندي واحد مزيان، نقول لهم يعيطوا لي نقول لهم ايه هاو جاي عندي. الا في البرايه هذيك شفيت البرايه هذيك ستيتمنت اللي قلت لهم انايا انا نستكلف فيه، يقول لي اسكت تستكلف به، نقول لهم ايه. يس انا صرات لي هذه، رسلت لواحد انفيتيشن كي كنت في الانجليز وكاع، وعيطوا لي عليه في التليفون وشغل قبل كي كانوا يجيتوا له في الدوش. هي البلدان كامل. انا ثاني رحت قعدت في امريكا انا 5 شهور ونص فيزا توريستيك. كان واحد دار لي ماشي انفيتاسيون، درت ريزرفاسيون دو تان نورمال، بصح سقساني في الاوتيل. من بعد بدلت رايي، من بعد عرفت واحد بس كان ابلايت فيفري ورحت عطاوني الفيزا تاع امريكان في فيفري، ورحت في جولاي. صح. بعد قالوا لي انت كنت وديجا، انا ديجا اصلا درت باللي كان رايح البوكين تاعي ريزرفاسيون دوتيل درت سان فرانسيسكو كاليفورنيا. من بعد بدلت رايي، عطاوني الفيزا وكلش. من بعد رحت لشيكاغو، بدلت رايي رحت لشيكاغو باسكو نعرف واحد تما. في المطار حبسوني شريتو، قالوا لي انت علاش جاي لشيكاغو يا اخي؟ قلت راني رايح لوس انجلوس. قلت لهم انا ابلايت في باك ان فبراير. قلت لهم ويذين ذيس فور مانس، قلت لهم تعرفت على واحد صاحبي تقاونا في الجزائر ولا صاحبي، قال لي روح لشيكاغو خير. قال لي انا نعاونك تما في سكان كلش. قلت لهم من بعد كيما كان الحال اني بدلت غير جيت لشيكاغو نورمال. تشينج ذا ديستنيشن، فري حر ندير واش نحب. حاجه باينه. من بعد قال لي شكون صاحبك عندك تليفون تاعك؟ قلت له عندي بيان سور. قلت له هنا في المطار يستنى فيا. عيطوا له، عطيني التليفون عيطوا له. من بعد قال لهم ايه جاي عندي. كونفيرم لهم. باش خلاوني. حاجه باينه. بس خلاني ندخل. سما كي تقول عرفت لازم تكون سيريو وتكون ما تكذبش. إلا درت اوف كورس إلا درت ريزرفاسيون دوتيل خليك في ريزرفاسيون دوتيل، بصح إلا كنت داير واحد كمل بلي ديك شغل ياس تعرف هذا السيد وميك شور بلي عندك النمبر تاعو النيميرو تاعو خاطر راه يعيطولو 100%. من الأحسن كيما قالك أيوب يكون يقراك في المطار. أحسن حاجة. هادو هما الأسئلة يسقسيولك على الدراهم، ميم إلا واحد راح يسقسيولك يزيد يسقسيولك شحال عندك دراهم ويقول لك اجبد ورينا. يس بروفي. إذا تقول مثلا انا راح نريح شهرين، ما بلا عندك واحد راح يستكلف بيك وكلش، تقول راح مثلا راح نريح 2 3 ويكس ولا شهر. وانت الفاليزه تاعك فيها قش، ومثلا تاك في الصيف والفاليزه تاعك فيها قش عشتها فيها كلش معمره، يشك فيك بيان سور. خاطر شنو يقول لك شهرك راح تريح، يقول لك انت كيفك جاي جاي تقول لهم لا تقول لهم من بعد نروح لملبورن خاطر فيها البرد. ثم تلعبها هنا كاش يقول لك لا ماشي صح فيها البرد، ما في الصيف هنا ملبورن تكون بارده شويه. بصح كون ما بقاش هذاك اللي جايبو ماشي تاع 3 سمانات ولا ثم واحد يجي حواس نورمال خفيف ظريف. فهمتك هادو هما كويستيون اللي يقدروا يطرحوا عليهم. المهم خاوتي هذاك شغل جينيرال نوليدج كيما نقولوا، هذيك اش راه كيما يحكي لنا ايوب راه حكينا كيما نقولوا على كيفاش نقولوا ماشي اكسبيريونس، على كيما نقولوا مصطلحات قادر كيما قال لك يقضوك على جال. هادو هما بريفيس اكسبيريونس، هادو الاسئله اللي كاع نقول لك عليهم كاع طرحهم عليا في الانجليز في الامريكان وهنايا. هاك فاهم ايسي انت تتجنبهم كيما قال لك بالاكسبيريونس. ايوب راه عندها اكسبيريونس 10 سنة وانت ايسي كي تكون في هذه السيتويشن نقولوا ثبت على راي واحد على هدره واحده وما نكثرش هدره. هنايا اوبن ابلاين، احنا المفيد هو اللي هنايا يدير ابليكاسيون يدير هنايا. هنايا كي تبغي تابلاي خلاص. كاين 4 مراحل، المرحله الاولى هي تفتح ايمي اكونت، هذا ايمي اكونت هو عندهم في الويب سايت اللي هو تفتح اكونت تاعك واللي هو تعمل فيه الابليكيشن تاعك. من بعد اتاتش دوكيمنت، تحط لي دوكيمنت تاعك الثانيه، سبميت فاميلي ابليكيشن together هذا كي تكونوا زعما فاميلي كاع حد يجي يحوسوا وتخلص. باي فور ندخلوا العفسه الاولى الايميل اكونت. الايميل اكونت يقول لك واش اسمك،
مثلا تكتب تكتبوا مثلا نقولوا جون مثلا سميوه سميث. اوكي الباسورد تاعو تاع هذايا واش نديرو هذا باسورد خاص مثلا invalid user ID ولا password username ما فيش بالك space نقوله مثلا سميه جون هنا لا تشوف يقول لك هنا علاش username في provide evidence even name as password registration process you ensure you present email address okay هنا يا جون هنا نحطه لا if you are not ذلك هنا هنا رانا غير راهي تشوف set a username as part of the username your username will be set to your set to your email address حنا نحطو الايميل ادريس هنا نفتح برك ايميل ادريس هكذا ايماجينال لازم تكون عندك valid email address جون دو واش نسميه جون نقطة المهم خاوتي منا كيما نقولوا تبدا تشوف كيفاش تابلاي تحط الايميل ادريس تاعك ايميل ادريس تاعك تحط الباسورد يوزر نيم سوري هنا يا انا اللي غلطت هذه كي تكون دير عندك ايميل اكونت هنا لازم انت دير كرييت ايميل اكونت او يس خاطرش انت ما عندكش اكونت معاه ما عنديش انا عندي بيرسونال تاعي اي واحد جا هنا الاسره اللي يقعد يقعد ديما ايميل اكونت تاعي كي تحب زعما في المستقبل دير فيزا واحده اخرى ولا يتيليزي نفس ال هذا هو تدخل الايميل اكونت اللي فتحته و ودير دير تبعت فيزا دير نيو ابليكيشن من هذا الايميل اكونت واه هنا قلنا نسميو هذا يا جون واش كذي نقطة دون جون دوت 1 2 3 واحد زوج ثلاثة دي زد دي زد ايه @gmail.com @gmail.com yeah. من تقول له send verification code send verification code من بعد تعاود ترجع الايميل هذاك اللي عندك دير له ريفرش تلقاه من هنايا بعد تقول لك كود الكود هذايا كوبي دير له كوبي بيست هنايا كونتينيو من بعد هنا تقول لك حط اسمك مثلا انا نسميه جون given name كان هذا من given name الفون هذا لازم يكون valid given name family name هنا نسميه مثلا سميث given name اللي هو جون الفون هنا required انا شوف كنت حط مثلا هنا هكذا يقول لك لازم زيرو دابا باش نعمل باش نبلش الرقم ثاني نديرو هنايا خاطر يكتب زيرو مثلا متزاير زيرو ستة واحد لازم نكون نمبر حنا نضربو برك واحد خاوتي خبرك شنديرو عطينا كش كش نيميرو من متاعكم شبيبة تاع بلاك شكون اللي عندها لا كاش خليت نضربو واحد خلاص ماهوش امبورتنت هما خاطر من بعد ما يقولوا لك يقولوا لك وزما يقولوا لك الايميل هو اللي يتعاملوا بالايميل خاطر ما جاي عاد يقول لك الجزائر ما يرسل لك والو هنايا هاو الايميل تاعك يقول لك حط مود باس حط مود باس لي مود باس مثلا لازم نشفع لي اصبر دير جون 14 لا لا من بعد واحد يجي يدخل يلعب اصبر شو اوكي مثلا هذايا مود باس نعود هنا ماتش يس كويشن الاولى يقول لك السؤال الاول هذا مثلا كون كان تنسى المود باس ولا سيكرت كويشن مثلا يقول لك وات از نيم وشكون هو اللي المعلم اللي مثلا اللي قرأك انا نضربو برك هكا نقولوا امين ما نعرف الا كاش امين كويستشن هذه يقول لك مثلا واش من فيلم
نقولوا مثلا ميسيون امبوسيبل نضربوا بركا وشنو ثاني ثالثة question 3 question what's the favorite food كوسكوس الأوتور نقولوا مثلا فيكتور هيغو تقول ما كان ماشي روبو وديرت you accept the terms and conditions and submit it. Yes. A new password هنا the last 14 or more. هذا الباسورد صغير. لازم يكون شوية ما يعرف إذا كان كبرون. كم تشوفوا خاوتي هذا علاش كي نقولوا هذا اللايف هذا الاول غادي يكون فيه شويه وقت خاوتي خاطرش كيما نقولوا هي كان قادر ايوب يديرنا ديريكت هذه الابليكيشن ندخلوا يكملها لنا في 10 دقائق فاهم بصح مين كان يحكي لنا كيما نقولوا على واحد الامور لازم علينا نفويدهم كيما نقولوا واحد الامور اللي لازم علينا نتجنبوهم كيما قال لك غلطات ما نضيعوش فيهم غادي تاخذ لنا وقت خاطر لنا وقت بزاف بصح هذا الاخر ريز ايزي سيمبل هنايا واش ليس نيو ابليكيشن هنا دير نيو ابليكيشن هنا يقول لك واش راك حاب دوماندي فيزيتور هنايا حنا قلنا 600 سب كلاس 600 هي تاع توريست تقول لهم هنايا قريت لي قراهم لي تيرمز اند كونديشن يس يو اجريد والبرايفسي ستيتمنت خاطر راح تمدنا معلومات شخصيه وعندهم هما برايفسي اي جوفرمنت بودي ولا ايجنسي ولا اي حكومه عندها شروط لي يتعاملوا لي برايفسي تاع المعلومات تاعك ولا شركه اي مثلا تروح تخدم في شركه كل اورجانيزيشن عندها التيرمز اند كونديشنز تاعها دير هنا نيكست وتبدا العمر كارنت لوكيشن راك تقول لهم خاطر كيما قلنا مع الاول كاين زوج انواع كاين انسايد استراليا وكاين اوتسايد استراليا برا في لوس انجلوس دير انا برا استراليا يقول لك وين راك تقول له في الجزائر الجزائريا واش السيتياسيون تاعك في الجزائر سيتيزن مثلا راك راح تبعث من مثلا نقولوا من انغولا يقول لك واش راك دير في انغولا توريست راك تقرا ولا صافي ماشي شرط من الجزائر تقدر من اي بلاد بصح لازم تقول لهم اوكي مثلا راك تبعث من مثلا من يو كي على بالك تقول لي هذا سؤال سقسي عليه دروك راه مسقسي اي فيزا يسقسيوك عليه يقول لك مين راك السؤال الاول يقول لك وين راك مثلا راك في الامارات راك سيتيزن اي دونت ثينك سو بيرمننت ريزيدنت نوت شور بالك راك تقرا ولا تخدم ولا حنا نقولوا هنايا راك في الجزائر تما قادر على بالك بلي خويا قادر انت تكون حراك راك عايش في اوروبا عاد تكون حراك ما يعطيولكش باينه كيفك حراك في بلاد باينه ديجا ماكش ريلايبل لا بصح حتى كيما نقول ياس تقول بلي كون حراك مثلا تروح دير فيزا واحده اخرى فيزا هي حراك هي تمبوراري فيزا راك رايح تريح وتولي الا راك حراك في بلاد واحده اخرى مثلا في امريكان وك راح دوموندي فيزا ورك فيزا هنا عندك واحد راه يخدمك تقدر دوموندي نورمال باش راك راك ابلاي بيرمننت فيزا يس تسمى يقدروا يعطيولك بصح انت راك حراك توريست تروح دوموندي توريست باينه بلي راك تفتح تسمى الجزائر هنا دي باش النقطه هذه باش نقولوا بك تقدر تابلاي من اي دوله في العالم اللي راك فيها صح كارنت لوكيشن يعني وين راك دوكا في هذا الوقت اللي راك تابلاي فيه واش هي السيتياسيون تاعك في هذه البلاد اللي راك فيها هذا الوقت واه هنا الجزائر نقولوا بيربز اوف ستاي قادر بزنس فيزيتور ستريم فريكوينت ترافلر هذه فريكوينت ترافلر ستريم هذه تقدر تريح هذه من بعد نهضروا عليها هذه تريح حتى 10 سنين هذا اللي ديجا رايح جاي باش ماشي كل مره كيما تاع الانجليز 10 سنين يس اللي عنده كيما نقولوا اللي ضار يروح بزاف ويجيك شوف بزنس واضح باش ماشي كل فوا دوموندي فيزا تنقص عليهم الخدمه وتنقص على روحك ثاني دوموندي مره 10 سنين فاس جود بصح لازم يكون عندك جود هيستوري ديجا سبونسرد فاميلي هذا الى واحد هذه بعد نهضروا عليها ثاني هذا كي لا واحد من فاميلتك يجيب لازم يعمر الفورم هذا صح تورست ستريم هذه احنا نقولوا هذه اللي كنا نهضروا عليها تورست يس ليست اوف ريزن فور فيزيتين الليسته وعلاش راك راح تجي احنا نقولها تورست وهنا تكتب تحكي لهم علاش راك جاي واه تكتب لهم علاش هي ما فيهاش ستار تقدر ما ديرهاش بصح من الاحسن ديرها تريها دم كاركترز ريمينين تقدر تكتبها 300 كلمه اذا هنا الا راك مع جروب ولا وحدك حنا نقولوا وحدك special category of entry if the applicant is traveling as a representative of foreign government or traveling on a united nation هذا الا راك هذه حاجه مش هذه كي تكون الحكومه تاعك بعثاتك ولا واه حنا نقولوا لهم لا دير next
هاي غادي نفس انت بدك تحط المعلومه تاعك، تحط اسمك، نقولوا اسمك جون، اللقب تاعك سميث، نقولوا اللقب تاعك سميث، هكا راجل نقولوا راك خالق في البرامي 2000 مثلا، باسبورت نمبر تاعك تكتب باسبورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بلادك الجزائر، باسبورت تاعك الجزائر، وقتاش باسبورت تاعك وانت بدا وانت كمل، نقولوا نديرو جديد جونفي، نقولوا من 2 جانيوري ويت اكسبير 2 جانيوري، نقولوا 2030 مثلا، وين خارج تقولهم في الجزائر. الى عندك كارت ناسيونال تحطها هنا، تكتب الاسم تاعك، تكتب هنا كارت ناسيونال تاعك النيميرو، وهنا يا ديت اوف ايشيو وقتاش خرجت، نقولو في نعاودو نقولو مثلا برامي فاست برامي جانفي، والاكسبايري نقولو وشنو هادي باش هادي كارت نقولو 30 مثلا، ودير كونفيرم الجيريا كونتري اوف ايشيو راح تدير اسمها الجزائر ماشي ألبانيا. الجزائر هنا إلى عندك other national ID document تقدر تزيد تحط Pacific Australia card دي ما عندكش، place of birth وش من الولاية اللي خالق فيها، نقول إحنا مثلا ألجيز state، نقوله مثلا بن أكنون، الكونتري وين راك زايد، زايد في الجزائر، راك متزوج ولا مطلق، ديفاكتو حنا هادي ما نسعفوش بها، هادي ديفاكتو راك عايش مع مرا مش متزوج، حنا نقولو انجيجد لك خاطب، خاطب يس، ماريد متزوج، نيفر ماريد اللي هي سينجل، اللي حنا نديرو سينجل لك مش متزوج، لك كاين هنا باسكو هادي شغل أي واحد، هادي شغل سيم فورم فور أول أوفر ذا وورلد. كاين ناس مسيباري برك ما وكاين هذه اللي مات رجلها، احنا نقولو سنجل اللي هو نفر مريض other name if I'm currently or have any been لا إلا راك معروف باسم خلاف لا لا citizenship if the applicant is selected country إلا راك البلاد اللي حطيتها أجيرا عندك الجنسية تاعها يس، إلا عندك جنسية تاع بلاد واحدة أخرى لا لا، جيت من قبل أستراليا ولا لا نو، has this applicant previous did ديجا من قبل فيزا تو ريسيف أستراليا لا لا، إلا يس does this applicant have an Australian visa granted number ما عندكش، other passport or document for other passport document for travel yes، هنا يقول لك تحط المعلومة تاع الباسبور تاعك، وش هو الباسبور، قول لهم باسبور، تحط النيميرو تاعو باسبور 1 2 3 4 5، هذه لعندك another passport نو لعندك other document other document rather than all documents for travel، تعال ترجع هنا الديتيلز هنايا جراند نمبر، قالك other passports or documents for travel، هنا عندك ديما النجمة هذي تقول point interrogation وش معناتها، إلى ما فهمتش yes. Does this applicant have any other passports or documents for travel؟ نو no, انت دير نو خاطرش على شو هنا ما عندكش other passports. Does the applicant intend to travel؟ هذي لا لا هذي لا لا. Other identity documents؟ Does the applicant have other identity documents؟ هنا تقدر other identity documents وش يقدروا يكونوا؟ إلى عندك بير سيرتيفيكيت تقدر إذا عندك بيرميت ديرو، إلا عندك ماريج سيرتيفيكيت تزيدها، أي دي عندك ديجا، ولا عندك كارت شيفا ولا تقدر تزيدها، هذه هي الأذر أيدنتيتي دوكيمنت. وهنا هيلث إكزامينيشن تقدر تقول إلا درتو في لاست 12 مانس لميديكال إكزام،
وإلا ما درتوش تقول لهم نو بس راح يدومونديو لكم بعد ما دير نو تقدر تكمل الابليكيشن تاعك عادي. ان ايرور كاين احسن ما درناهاش هذه يا اذر ايدنتيتي دوكيمنت نشوف باش نتاكد بك من هنا. هنا نقول لهم لا لا بس حتى من بعد تقول يس وحط يس وتعمرهم خاطرش على الشغل باش كل واحد و... سوري ندير نو يس نو ولا عندك عندك متزوج تحط معي سيرتيفيكيت تحط الله تحط المعلومات تاعهم وتحط مثلا نديرو اكزامبل عندك اصبر سمع نحطو ايش تقول يس مثلا يقول لك واش نو اد من بعد اللي سيري اللي كنا نشوفو فيها قبل تلقاه هنايا تايب اوف دوكيمنت الى عندك اكستريد نيسونس بيرمي كونتوير اكت دو مارياج ولا اوذر وتقول لهم الا اوذر حتى واحد اخرى تقول لهم شو شي هو انا نقول لهم انت من بعد تقول يس باش ما نضيعوش الوقت نعمرو هنا يقول لك تاكد من المعلومات هذوما صحاح ولا لا تقول لهم اه ودير اه الى يقول لك هنا جاي مع واحد ولا جاي وحدك هذا اني اذر بيرسون ترافلينغ وذ يو تقول لهم لا لا جاي وحدك ودير نيكست كونتاكت ديتيلز وراك ساكن الجزائر ديبارتمنت هاو اوفيس The applicant may be required to attend Australian government office for interview. Which is the close? يقول لك يقدر يعطل for interview. شو هي the closest office of the applicant. هنا الدول اللي قرب للدائرة خير هذه أجرام درت أنا فيزا توريستيك بس احنا نشوفوا القريبة البلاد القريبة للدائرة تشيلي روح البريزي اشتغل الأسرع ايجيبت كيرو ايجيبت هي مصر هي القريبة يقدروا شو هنا قال لك maybe هذه شغل قادر يقول لك اروح قادر يقول لك هذه is not too sure خاطر هي كلش اونلاين كلش اونلاين حتى ما يعيطوا لك اي دونت ثينك يقدر يعيطوا لك ميم يعيطوا لك يديروا لك انترفيو اونلاين زوم هذه الجيريا الادريس نقولوا الجيز جس هذا تاون الجيز نقولوا 16 هذا يعني من التليفون تاعك الى عندك بزنس فون والى عندك موبايل فون بوستل ادرس الى راهي الى هي نفسها الادرس اللي حطيت تقول لهم يس ولا راهي لا لا تقول لهم لا لا وتحط الادرس بس كاين ناس عندهم يحبوا البريه تجي عنده بوكس في البوست اوفيس عنده yes. بوكس يجوا البريه تمام تقول لهم نكس نيكس خاوتيك شغل هذيك دايره في الكورنر غادي وهنا تقدر تشوف البروغريس تاع الابليكيشن احنا درنا 7 او 7 اوت اوف 19 7 ما راح الجازو مازالو نا مازالو 19 نقص 7 اس داز ذا ابليكانت اوثورايز انذر بير هنا يقول لك اسك تقدر اوثورايزي اللي كنا نهضر عليهم كاش واحد يدير لك الابليكيشن تاعك واه اون يور بيهاف اللي هو كيما قلنا ريجسترد مايجريشن ايجنت صح ولا ليجل برسن هو اللي يس ولا انذر برسن اللي هو صاحب كل فهمت تقول لهم لك دير روحك ولا شي واحد يدير لك تقول لهم شكون هو هذه الايميل تاعك خاطر كل كيما قلنا نهضروا الفيزا تجيك الايميل صافي ميك شور الايميل هذا هو الايميل تاعك عندك الديتيلز تاعو ميك شور تعرف بعدين تكليكي نيكست نو اكومباني ممبر داز ابيك هاف اني اذر ممبر زيد يعاود لك اسك او جاي واحد معاك من فاميليا ولا لا ولا ار نوت اه الى جاي معاك واحد ما عندوش أستراليان ريزيدنسي ولا تقول لهم واحد ما جاي معك هنا دوكا هنا يبداو الأسئلة تاع ال تاع واش راك جاي دير هنايا شحال راك تقول لهم يقولوا لك does the applicant intend to enter Australia one or more than on more than one occasion سما تجي جاي أكثر من مرة أنت تقول لهم yes باش يعطيو لك multiple length of stay in Australia ها ملي حنا نقولوا كيما نقولوا تروا دوز حنا نقولوا يعطيو لك تعام دومادي بلاند ارايفل وكشي وقتاش راك ناوي تجي تقول مثلا في ابريل هذا الجاي 2024 مش مدة نقول لهم 15 ابريل وهنايا وقتاش فاينل دي وقتاش حاب تحب تولي حنا نقول لهم ماي 15 Does the applicant know the date of the interview of each occasion? هذا إلا راك جاي multiple times إلا كمبلاني على بالك المرة الدوزيام ثاني وقت راح تقولي مثلا كان راح تقولهم أني جاي في 15 أبريل ومن بعد نزيد نعاود نولي في أكتوبر إلا عندك ديجا بلان لونغ تيرم بلان تزيد تقولهم هنا
الا ما على باليش بلا مره اللي ما على بالي بصح الدوزيام ما على باليش نو ذا ديت اوف انتيلوب اتش اوكيشن ما على بالي تقول لهم بلان غير فيرست تريب كيما نقولوا از ذا افريكانت بارنت اور ستيب بارنت الا عندك ولدك ولا استراليا ولا بارنت تقول لهم لا لا ستادي قريت في ولد افريكانت تهنا تقول لهم تكون يلك بغيتي يلك حاب تقرا كاش هما عندك دروات تقرا حتى الدروام وانت تقول لهم ايه ولك انا على بالك بالكورس ديجا قول لهم قول مثلا واش من كل اسم تاع الكورس والاسم تاع الكورس اللي راك تقراه اها وقتاش من وقتاش اللي يبدا حتى وقتاش يفض مليح تقول لهم حنا نقولوا دوك انا بصح الا تقول لهم يا تحط ساهل تحط الانستيتيوشن نيم ديت وقتاش و وقتاش راح وقتاش يكمل الكورس واه نقولوا نو ديس كيس عاد ذاك رد عليك صاحبي على تاع الخليج اوكي ريلاتيف فريندز اور كونتاكت ان استراليا ويل ذا ابليكانت فيزيت اني الا راك راح تفيزيتي فاميلتك ولا عندك فاميلا ولا صاحبي الا تقول لهم اه ولا يقول لك الا تقول لهم اي يقول لك وين ساكن تحكي لهم عليه لازم يكون عندك معلومات تاعو ولا تقول لهم لا لا تكتب نو وتقول لهم لا لا مانيش راح نفيزيتي فريندز اور ما تعرف حتى واحد و تروح لوتر من بعد تروح للكويستيون كاين عفسه هنا ما درناش given the reason does the applicant know the date of entry for each occasion after the first entry to Australia I don't have long term plans نديرو لهم الابوستروف اسيدينا هنايا current employment details هنا ثاني تحكي لهم على الخدمة واش راك خدام ولا عندك شركة ولا تاجر ولا ماكش خدام ولا كمريتريتي ولا تقرا ولا راك حاجة ماشي من هادو ما تقول لهم شنو هي حنا نقول لهم employed نديرو employed داك خدام نقصوك على بزاف سؤال occupational group واش راك خدام مانجر ولا واش من تيتشر ولا ما كاينش من هذوما اوردر وتقول لهم واش راك خدام تقدر تقول مثلا تحط البوست تاعك مثلا نقولوا هنايا بلاش انا واش خدام لك نارس ولا راك نارس ولا تيتشر ولا معلم نقول له تيتشر اورجانيزيشن تكتب اللي كول اللي راك تقرا فيها اوه اللي سي ما على باليش واش اسمه سميه كيما حب هو اكزامبل بان ستارت ديت ويز كارنت وقتاش بديت الخدمه في هذه الخدمه تقول لها مثلا اني خدام بديت في 2018 ويقول لك حط البلاد تاع هذه المدرسه اللي تقري فيها والادرس تاعها تيزي والسابرب تاعها والبروفانس تاعها تيزي وزو هنايا تخرج لك هنايا كي حطيت الجيريا يخرج لك الولايه تاع الجيريا حنا نقولوا مثلا الجيز الجي والبوست كود نقولوا 16 هنايا انت النمبر واش هذه كونتاكت تليفون نمبرز الى عندك تحط لازم تشوف هذا تاع الاورجانيزيشن هذا البروسيس ابلكيشن ديبارتمنت مي نيد تو كونتاكت يو اي حاجه اي هنايا تحط التليفون نمبر هذا لك اكزامبل هنايا تحط 16 واش من واش كيفاه في الجزائر 213 وانا تحط النمبر تحطوا هكذا من بعد تحطوا كومبلي وتحطوا هنايا ويزارت بلا ال بلا ال 213 لاندي كاسي والكوميونيكيشن تزيد تعاود لهم الايميل هذيك حنا واش نقولوا واش سميناه جون نقطه سميث هكا جون نقطه سميث @gmail هنا يقول لك من جاوك دراهم الا عندك دراهمك ولا واحد من الخارج
overseas employer الى ماشي شرط يكون هنا، اذا تعرف واحد في فرنسا ولا في امريكا ولا في كندا ولا في الانجليز عنده دراهم يقدر ثاني كيما كنا نحكي ويحط لي بيس لي تاعو ولي لي فيش دو باي تاعو البنك بانك ستيتمنت الريليفين بانكر تاعو. تسمى هذا اللي متكلف بيه كيما متكلف بيه تاعك انت قولهم سيلف فاندد دراهمك دوا What funds would the applicants have available to support their stay in SLA؟ يا واش من هنا يقول لك واش من دراهم كيفاش هي شوف اي سؤال الا ما تفهموش دير الاكلاميشن بوينت هذيا ويشرحوا لك اللي هما بنك ستيتمنت ريل فيت كونت ولا ليتر اوف سبورت ابليكيشن فاينانشال انستيتيوشنز ستيتمنت ولا برايا من البنك تاعك ثاني كاين دي بنك يديروا لهم برايا يحكيوا لك يكتب لك السيتيوشن تاعك بالك عندك كريدي بالك كم سلف دراهم شاري دار بالكريدي طوبيل هذه ثاني مليحه تزيد يس accommodation other assets can also be considered and look at هنا يقول لك allowances accommodation and other assistance can be also considered when looking at the applicant's ability to support themselves and any family members هنا يقول لك الى الدار ثاني تقدر تعتبر دراهم دراهم هنا يقول depending on the applicant's circumstances كل واحد له situation تاعو يقدر يضمن لك evidence of financial capacity to support their stay in Australia for example يقدر يضمن لك evidence of دراهم يقدر also depends on the circumstances كل واحد والحالة تاعو يقدر مهم الدار تاني تقدر تبين عندك أكد أكد بروبرتي yes. تاع الدار يعتبر تحكي لهم تهنا تقول لهم bank statement ولا كل واحد والحالة تاعو health insurance لازم لك اسيرانس دي سهله في بلادنا عندنا تقولهم يس وتحط الانفورميشن تاعها تحط واش ما نقولوا واش تكفر تايب اوف هيلث انشورنس كفر تقولهم هي هي الاسيرانس يقول لك انشورنس ابلاي داز نوت هاف ميديكال ميديكال هذه كارت ميديكال هنايا تاع اللي معناتها ماشي ميديكال تستكلف بك هنايا تاك شما يصرع لك الاسيونس تاعك هي اللي تتكلف بيك تتكلف بيك وتحط الديتا تاع الانشورنس let's see if they can احنا نقول انا نحط نو هنا باش ما يسقسينوش بصح انت دير يس انت دير يس وعمرها فاهم ودير نكست health declaration هنا لازم ديكلاري لهم انت ما عندك ديكلاري لهم for example اذا لاست 5 سنين الاخرين هذين applicant visited or lived outside the country of passport for more than 3 consecutive months هنايا يقول لك اسكو عشت في الخمس سنين الاخرين في بلاد اخرى ماشي الجزائر في بلاد اخرى في الخارج مور دان تري اكثر من 3 موا على التوالي تقول لهم لا ولا تقول يس تقول لهم في الخمس سنين الاخرين مثلا قعدت 4 شهور في تونس في طاليان في داز اني ابليكانت انتنت تو انتر ا هوسبيتال تقول لهم اسكو يقول لك اسكو كناوي تجي تدخل السبيطار هنا تقول لهم لا خاطش هذيك ما غاديش ياكسبتي غير تقول له يس يقول لك نو داز اني ابليكانت انتنت تو ورك راك تخدم ولا تقرا ترين اور هيلث كير وركر ولا راك تخدم في قطاع الصحه قطاع الصحه تاعها اور ورك ويذين هيلث كير فاسيليتي واين اوستراليا داز ابليكانت انتنت تو ورك از اور ستادي اور ترين انت قلت لهم من قبل انا بالك راح نقرا واه سما لازم تقول يس هنايا وهنا تكتب لهم الرول اللي راك تقراه هنا يهضروا على الخدمه اصبر هاد ديتايلز جون سميث رول هنا خدمة يهدروا غير على الصحة هنايا هنا تقول لهم لا هادو كل يتعلقوا بالصحة تقول لهم لا Does any applicant intend to work, study or train within aged care حاب تخدم ولا مع شيوخة ولا هنا تقول لهم لا Has any applicant ever had or currently have tuberculosis been in close contact with any family member that اللي عنده active tuberculosis ever had a checked x-ray which showed an abnormal هنا تقولهم يقولوا لك اسكو عندك tuberculosis ولا كان عندك من قبل اسكو دخلت in contact مع واحد عنده active tuberculosis ولا عندك درت x-ray من قبل وفي abnormality لا في عندك problem تقولهم لا خاطر هذا من بعد هذوما العفايس هذوما هما اللي راحوا يديروهم في الهيلث تشيك يس بس جاي من الجزائر يتشيك تيبركيلوز بس اكتيف والاكس راي يديروا لك اكس راي
صافي انت تقول لهم انا درت كاع نونو انا كنت نعمر في تاعي لا لا لازم تقراها واحدة واحدة انت تغلط في واحدة بالضبط اي والله على السؤال الاول كي قلت لك كي كنت نقول لك بيفور يو ابلاي قبل ما تبدا ميك شور انفورميشن ار كوريكت اتاكد من المعلومات نو 100% جيرين دي بروبوز فيزيت تو استراليا في الوقت اللي راك حتيا فيه في استراليا Does any applicant expect to incur medical costs or require treatment? Asku kinawi matalan راح يكون ادير treatment في راح تداوي انت تقول لهم لا لا مش راح نداوي راح نحوس. Does any applicant require assistance with mobility? هذا كي يكون واحد مثلا handicapped ولا إلك عندك انت تقول لهم لا لا. Next هادو ما كل اسئله الجين ما كل يستوي لازم تقراهم واحد بواحد وتجاوب عليهم كيرفولي تقراهم قال لك اي بمعنى اخر تقراهم مليح وتجاوب عليهم بحذر هنا اسكو ديجا هاز ان ابليكانت ايفر بين تشارج ويز اني اوفنس ذات از كارنتلي اويتين ليجل اكشن اسكو راك ديجا اك في الجاستيس وقت تسنى في الحكم تاعك كيما نقولوا راك في الشرع وراك تسنى في الحكم ولا عندك شي حاجه ولا تدير لا هاز اني ابليكانت ايفر بين كونفينسد اوف an offense in any countries including any conviction which is now removed from official records اسكو ديجا كنت ديجا متهم بعفسات تقول لهم لا لا هذا اني ابي كان بين السبجكت اوف دوميستيك فايلنس فاميلي هنا يتاكدوا هنا ما يحبوش اكثر فهنا كاين بزاف عندهم بزاف على دوميستيك فايلنس زعما واحد ديجا كنت ديجا سبجكت ما ميلا انت مرا مثلا اسك راجل كان يضرب فيك مثلا ولا راجل كاس مرتو ابيوزي فيه مثلا بطريقه اخرى تقول لهم لا لا هل اني ابليكانت ايفر بين سبجكت اوف ارس وانت اون انتربول نوتيس هنا لا لا ماكش لا هل اني ابليكانت ايفر بين فاوند جيلتي اوف ا سيكشوال بيست اوفنس انفولفين ا تشايلد هذا نتاع البيدوفايل نو هل اني ابليكانت ايفر بين نيمد اون ا سكس اوفندر ريجستر نو Has any applicants ever been acquired an offence of the ground mine? No. Aduka, no. Salad Sparaham. Has any applicants ever been found in court? No. Has any applicants ever been directly or indirectly involved in or associated with activity which would represent a risk for national security in Australia? No. Has the applicant ever been charged with or indicated with genocide crime? No. Has any applicant ever been associated with a person, group, or organization that has been involved in criminal conduct? No. Has any applicant ever been associated with an organization engaged in violence or engaged in acts of violence, including war or nuclear? No. Has any applicant ever served in a military? Like, did military service? Yes. Will or no? Will him no. Has any applicant ever been military from training, been trained in weapons? Like, مدرب بالأسلحة والبومبات. Will him لا لا. Has any applicant ever been involved in people? Smuggling or trafficking in a badge, خاص عافانا الله عافانا الله عافانا الله عافانا الله عافانا الله إلا راك إكسبيرسي من بلاد أخرى إنكلودين أستراليا ولا أستراليا ثاني شغل أي بلاد في العالم إلا لك إكسبيرسي من بلاد تكتب لهم إلا لك حركتي يقولوا لك إنكلودين أستراليا لك حركتي في بلاد أخرى تقول لهم يس وتقول لهم علاش الريزن وإلا لا لا تقول لهم لا لا ما حركتش Has any applicants ever had an outstanding debt to Australia? هنا كما قلنا نقوله مع الأول ما عندكش ما عندكش سالك درهم. أنت جامي جيت هنا لأستراليا تما. Next. Visa history هنا يا يحكي لك على الباس تاعك. Has the applicant held or does the applicant currently hold a visa to Australia or any other countries? هنا يقول لك لك عندك ديجا فيزا لأستراليا. ولا أي بلاد واحدة أخرى مثلا واحد عنده ديجا فيزا شنغن تاع عام وحاب يجي هنايا. تقول لهم يس ويقولوا لك كيف ديتها تقول لهم عندي فيزا تشانغ تبدا من ديس تبدا من هاد لادات لهاد لادات وتقول لهم وقتاش تيكسبيرس في لهم ديتها تاع الفيزا حنا نقول لهم هاز ايرت كاف بين استراليا و اني اذر كانتريز ار هاي ليك كامين كامين Has the applicant ever been in Australia or any other countries and has complied with visa conditions dependent outside of them? Has the applicant ever had a visa to Australia in any other country? If you, إلا عندك ديجا ever had a visa to Australia or any other, إلا عندك ديجا رفي تاع فيزا من قبل ولا cancel.
يس. الى ان تقول في مثلا تاع فرنسا ما تكذبش تقول لهم اه احكي لهم واه تقول لهم ديتا تقول لهم تقول لهم واش من وقتك ابلايت و واش من تاع الفيزا توريس مثلا ورفي سينو ما عندك حتى ريفي تقول لهم لا لا نكس warning declaration هذوما ديكلاريشن يقول لك warning حاطينها لك اون جراب صافي لازم قبل ما تجاوب لازم تتاكد من صحه المعلومات هنا هي الابليكاس ديكلار ذات اي هاف يقول لك هاد ديكلاريشن باللي قريت وفهمت the information provided to them in this application يعني يقول لك المعلومات قريت وفهمت المعلومات هذوك اللي كنت دير فيهم زيد شغل زيد تاكد باللي كتفاهم واش دير ومن بعد ما تغلط في عفسه ولا مثلا غلط في اسمك في عفسه في حرف ولا نسيت ولا حاجه خلاص يقول لك سالناك مالتيبل تايمز وانت قلت لي تاكد هاف بروفايد كومبليت اند كوريكت انفورميشن كيف ريديت الاتش اي عفسه كتبتها تقول لهم صحيحه يقول لك اسك ديكلاري بلي كل المعلومات اللي حطيتهم صحيح اندرستاند ذات يقول لك لازم تفهم بلي المعلومات تكتب معلومات غلطه ولا تكذب satisfied من سجل of their identity the application may be refused راح الفيزا تاعك راح may be unable to grant the visa a specified period of time هنا يقول لك شوف understand that if any fraudulent document إلا تبعت لها مع بسام جرحة or misleading information has been provided with, the, with this application or if any of the applicants fail to satisfy the minister of their identity the applicant may be refused and the applicant ولا واحد ولا اللي بزاف قد تقدر دير ابليكاسيون تاع فاميليا كومبلي في ابليكاسيون and any members of their family unit may become unable to grant حتى هذوك اللي معاك يقدروا ما يعطيوكش الفيزا for قال لك specified period of time بالك 5 سنين بالك 10 سنين ما تقدرش الدوموند تقول لهم فهمت انا يقول لك understand that the document are found to be لا تقول لك بلي مدرع كوارتك ثم سبب بي كانسل الى عندك ديجا من قبل الفيزا راح تتكانسل تقول لهم اه ويل انفورم ديبارتمنت ان رايتن ايميديتلي از دي بيكم اوير هنا قال لك الى دفعت فيزا كلش وغلط قبل ما يرجعوا لك زيدوا يعطيو لك انذر تشانس يقولوا لك الى فقت بلي اه ماي جاد اني غلطت كتبت عفسه غلطه السيل تقدر خاطر هذا ايمي اكونت يبقى مفتوح تقدر تدخل ات اني تايم للاكونت تاعك حطينا المود باس والايميل ادريس وتشوف الابلكيشن كي دير سبميت كي تبعت الابلكيشن ما تقدرش تعاود تولي تبدل خلاص تبعتت بصح كاين امور اخرى واحده اخرى تقدر ديرهم ديك تصحح مثلا لا ما تقدرش تصحح اساسا انا فاهم الابلكيشن راحت دفعتها تيبقى دفعت دوزي ما تقدرش تعاود تولي يس كاين العفسه اللي تقدر تزيد ديرها بعد تدخل الابلكيشن كي دير كي يقولوا لك دير الهيلث اكزام هذاك تقدر تعاود تدخل وتحطو اوكي والاذر ثينك هنا يقولوا لك الا عرفت بلي غلطت في عفسه ولا كاين فورم تعمرو ها هو فورم تاع الحكومه تعمرو وتشرح فيه تشرح فيه اللي غلطت وين غلطت صح بس ما عطاولك اذر ثينك مليحه ولا ما تقولها تقول لهم اه هاف ريد ذا انفورميشن فور برايفسي هذا تقول لهم قريت understand تحكي لهم بلي كان في الفورم هذاك understand that there is no further stay condition to important visa and your ability to remain in Australia beyond the authorized period باين بلي ماكش تقول لهم مانيش راح نحرق واه no undertake study more than قال لك انا تقول لهم بلي ما تقدرش دير ما تقدرش تقرا ولا دير ستاج فوق 3 موا اجري صح كما تقول لهم اني داكور ما نقراش وما نديرش فورماسيون فوق 3 موا تقول لهم اه تقول لهم اجري تولي يعني تقول لهم داكور كي تكمل الفيزا تاعي راح نروح نرجع لبلادي قبل ما تموت الفيزا يس yes. قبل دي اكسباير قبل ما تموت الفيزا تاعك هنايا تعطي لهم كونسنس تقول لهم متقابل بليك الفينجر برينت للبيومتريك داتا تقول لهم اف ريكوايرد يس قادر ريكوايرد قادر يسقسوك قادر ما يسقسوك قادر يعيطوا لك دير فينجر برينت فوتو بايومتريك بقدر ما يقولوا لك understand that if required to provide the fingerprints هنا يقول لك فهمت بلي اونكا انتوما ديون ذا ابليكانت فين فيش الايمج بايومتريك انفورميشن
held by the government may be given to Australian law enforcement agencies to help identify the applicant and determine eligibility behind the visa being applied for and for the law enforcement. قال لك هنا أدو تاني مدهم لا بوليس هنا يا صح تقولهم given consent to Australian law enforcement تعطي لهم الأوكي تاعك باش ياخذوا المعلومات تاعك تقولهم understand that the visitor visa does not permit قالك فهم لازم تفهم بلي ما تقدرش تخدم تقول يعني فاهم ما نقدرش نخدم وتعطي ال department using the applicant's biometric biometric camera information obtained the purpose of the mandarin account هنا تعطي لهم consent باش ثاني again البيومتريك تاعك يكون عندهم واضح as an applicant تقول لهم هذه الاخرى I understand فهمت بلي the visa ceases to be in effect I do not hold another visa German Australia at the time I will be unlawful non-citizen هنا يقول لك هذا القانون اللي خرقته أونكا تحرق أونكا تحرق يس هذا بس كل القوانين عندهم وتولي تتعاقب على حساب القانون اللي هنا يا اللي في اسمه تقول لهم فهمت تقول لهم نكس هنا يدي لك على ريبيو شوف أمور قعلي بوستيتهم قعلي كتبتهم هنا انت تقول نكس بعدها تدير نكست في الكورونا غاليك هنا يس من بعد هنايا تالي حاجة هادي last step before the payment عندك تقدر تحط حتى 60 document واه هادو انا كيما قلت لك لما تشوفو ما يشوف باسبورت تحطه هنا وهنا يقول لك باسبورت وهنا تشوف فايل وتروح للدوكيمنت تاعك وتطلع من واسمه ناشونال كتبت لهم بلي عندك ناشونال ايدنتيتي دوكيمنت الكارت بياس ايدنتيتي تحطها لهم هنايا other than the passport صافي باسبورت هو ثاني يعتبر اي دي باسبورت يس فيز هنا عندك حاجه واحده اخرى ناشونال ايدنتيتي ايفيدنس ذات ابليكانس بريفيوس الى رحت من قبل الى عندك مثلا فيزا من قبل وفلايت تيكت ولا ستامب في الباسبورت تاعك بلي تدخل بلاد اخرى تصور وتحط اها وهذو ما قال ايفيدنس فور اكزامبل بلان توريزم كيما قلنا بلان هنايا تحط لها مثلا ريزرفاسيون هذه اون ذا توب اوف ذات تحط لها ثاني مثلا الى راكم ريزيرف في الاوتيل تحط الى راكم مثلا حبيت تدخل مثلا الزو مثلا زو ولا هذاك بوكي ان ادفانس تيكيت كريكا ايفيدنس ذا فاينانشال اند فاندينغ هنا ايفيدنس وهنا كيما قلت لكم كاين بوان انتروغاسيون هذه تقول لك واش تقدر تحط في كل واحده your own financial documents and documents from other who will be supporting you هنا شوف your own financial documents يعني اللي هما لي دوكيمون تاعك البنك تاعك ودراهمك فيس ليب تاعك and documents from other who will be supporting you الى شي واحد راهو راح يتكلم بك هو يحط هنايا المعلومات تاعو bank statements and payslips demonstrating a consistent saving history اللي هو عندك تخبي في دراهم consistent يعني مداومه يا شغل دراهم ديما يدخلوا لك قدر تحط اللي هو هنايا bank statements تحل بكزن فيه مليار بصح دخل ضربه واحده ما يتعرفوش بها ما كاينش منها لازم يعرفوا ال consistency of your saving history yes and or regular income over time ال regular income over time اللي هو عندك ان سالير ريغولي ا ترافير لو طون زعما تي تخوف مش عارف انا في عام شو كل شهر يدخل كل شهر باين شو كونسيستنت ذا ابي ممكن اتاتش بانك ستيتمنت اور بي سليب كفرين ا 3 مانث بيريود تمام بس لازم تكون فيها كونسيستنسي لازم فيها مو صعب ترى مثلا اي واحد قدام الناس قال تي بي باري روحك كفان You should also provide evidence of your own financial status, even if a friend or relative is funding your trip. هنا قال لك مم سي واحد رايح يخلص لك كلش مم هكذيك لازم تحط لهم البنك تاعك واللي فيه الباي تاعك مم سي واحد رايح يخلص لك كلش هكذيك ولازم يكون عندك yes. فور سيكيورتي سايد كيما يقول لك مثلا واحد ممكن دار عليه الكل واه هذه قادر يقدر يقول لهم بديت راهي راح yes. نرمي له الماء كيما يقول Your own financial status is a factor of the department considers in assessing whether your personal circumstances will be encouraging you to الدليل على علاش يدومونديو لك باسكو ماشي غير كاين 2 بوينت هنايا في هذه النقطه النقطه الاولى قال لك لازم يكونوا الريليتيف تاعك راح يخلص لك دراهم بس لازم يكونوا عندك دراهم والسيتويشن تاعك قادر واحد يخلص لك كل شيء بصح ما تقوليش نيشان قادر ماشي معناتها واحد راح يخلص لك الستيت تاعك وعنده دراهم وراح يستكلف بيك
تبات عنده ولا يخلص لك الهوتيل ولا يعطي لك $200 every day ولا هيك ديك ممسي this is the case. لازم يكون عندك ثاني سيتياسيون مليحه في الجزائر صح، لازم يكون عندك خدمه، لازم هاك ديك، ولازم يشوفوا البيرسونال سيركمستانسز تاعك اللي هما باي سليب تاعك ولا البونك تاعك، عاودوا لي هنا تحطهم هنا ايفيدنس اوف كارنت امبلويمنت اور سيلف امبلويد، هنايا الايفيدنس الخدمه تاعك الا راك خدام عند روحك ولا خدام عند واحد، هنا تقدر تحط مالتي كيما قلنا هنا الفوق، تقدر تحط حتى 60 دوكيمون وكل تايب اوف فيزا عندها الماكسيموم، كاين حتى اللي فيه مهندل تقدر تحط، كاين تايب اوف فيزا تقدر تحط حتى 100 دوكيمون صح. هنا يقول لك تايب اوف دوكيمون تحط له مثلا باي سليب وتحطهم تبدا تطلعهم تخير الفايل ودير ابلود نكس الى بريان المعلم تاعك ولا ايفيدنس اوف ليف. ايفيدنس اوف ليف هو التيتر دو كونجي بزنس لايسنس ريجستريشن، الى عندك مثلا راك ريجيس كوميرس كوميرس ولا طبيب عندك مريجستري في ليزوردر دي ميدسان ولا اركيتكت اركيتكت ريجستري في لوردر دي اركيتكت يس. كل واحد يقول سيتياسيون تاعو هادو ما فاري ديبانس، كل واحد شنو يدير في حياته صح. هادو ما كي تكملهم دير نيكست بعد خاوتي كي تكمل هذه نورمال هي الثانيه بعد البيمنت تخلص من بعد كي تحب دير تشيك اللي اسمه الستيت تاع الفيزا تاعك تروح هنا الايمي اكاونت هنا الايمي اكاونت هنا ديجا راني ملوغي تقدر دير لوغ اوت هاو الاسم تاعك هنا دير لوغ اوت هي سكسسفلي بعد تحب دير لوغ ان هنا وتدخل في اي مره وتدخل المهم هنا باش ما نعاودوش نقولو تدخل الاكونت هنا ودير سبميت من بعد تخلص نيكست ستيب تخلص دراهم بالكارت فيزا تخلص اونلاين هذي من بعد يبعثوا لك ايميل باللي رانا لحقتنا الابليكيشن تاعك كي تلحق الابليكيشن من بعد تستنى الايميل هذا تاع الجرانت هذه هي بغروسو مودو باختصار